مشاهدينا ننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم من وحي الطبيعة ومساحة خاصة للجمال والعناية بالبشرة. رح نتعرف عليها وعلى طريقة العناية الطبيعية بتصبغات البشرة وحب الشباب مع أريج علي، مدربة في حضن الدمر الثقافية للحرف التراثية. صباح الخير صباح أريج. النور، أهلا وسهلا، اهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. يعني اريج مثل العاده جايبت لنا كثير مواد طبيعيه واوليفيرا، كنا انا ونرى عم نحكي على الهواء عن فوائدها. هو خلينا الصبايا هذا اكيد. خلينا نحكي اول شيء عن كيف بنحافظ على بشرتنا وخاصه اللي بيعانوا من حب الشباب والتصبغات باشياء طبيعيه انت عم يعني تطوعيها لتعملي منها صابون. تمام. هلا انا اول شيء عملت استفتاء على صفحتي، قلت لهم عن شو حابين انه بالايام القادمه اني انا احكي. اكثر شيء لقيت بالاجماع انه التصبغات وحبوب الشباب. للاسف يعني هي مشكله اكثر شيء الصبايا عم يعانوا منها بشكل يومي. هلا التصبغات خلينا نحكي عنها شوي. هي بتنتج عن فرط افراز انتاج الميلانين بالبشره نتيجه خربطه هرمونات ممكن تيجي او نتيجه التعرض الزايد على اللزوم للشمس، واهم شيء نتيجه المنتجات اللي بنحطها على بشرتنا اللي بتكون كتير فيها فراغرانس معطرة. فهذا الشيء بيؤدي لتصبغات على البشره، وكمان ممكن الصبيه نتيجه انه ما انا عم تغسل الميك اب قبل النوم، كمان هذا الشيء كثير بيعمل تصبغات بالبشره. فلهيك نحن دائما لازم نلجا انه ننظف الميك اب قبل النوم، وكمان لازم يعني نحاول ندير بالنا على اكلنا، لانه مثلا اكل الشوكولا زايد عن اللزوم بيسبب انه خربطه بالهرمونات بالجسم، بالتالي بيصير عندنا الاسمرار وتصبغات بالبشره. كمان المراه الحامل بتكون اثناء الحمل نتيجه خربطه الهرمونات كمان بيصير عندها كلف ونمش وهدول المشاكل. فنحن اول شيء ندير بالنا على نمطنا الغذائي، ثاني شيء نهتم ببشرتنا وما نلجا للحلول اللي كثير اكستريم اللي هي ممكن تكون تقشير بالليزر او تقشير قاسي انه ممكن يعمل لنا حروق بالبشره، حتى لو انه عطاكي انه مبدئيا نتيجه سريعه. انا بنصح الصبيه، هلا بيقولوا انه البشره هي مثل الارض لازم تحرثيها على طول وتقلبيها وتشوفي شو انه يعني تهتمي فيها عن طريق التقشير. انا حكيت قبل هون عبر شاشتكم الكريمه انه نحن لازم على طول نستخدم مقشرات للبشره، يعني هي هو اول ستيب من الخطوات تبع التجميل. فلما بنقشر اول شيء البشره سواء عن طريق صابونه القهوه اللي هي بتحفز الدوره الدمويه وبتقشر الجلد الميت، وكمان بتعطي تبييض للبشره معروف في صابونة القهوة بهذا الشيء. ثاني شيء كمان صابونة العرقسوس، العرقسوس هو من أكثر الأشياء اللي بتبيض البشرة، سواء طبقتيه كصابونة أو طبقتيه كعرقسوس مثل ما هو حطيتيه على بشرتك. معمليا بالشركات التجميل العالمية عرقسوس هو من أكثر الأشياء اللي تستخدم. شو اللي بيحتوي الفائدة اللي موجودة فيه؟ الليكورش اكستراكت، يعني الاكستراكت تبعه بتبيض التصبغات بشكل رائع. هلا نحن مو ضروري نروح نشتري الاكستراكت الغالية هذيك الحسبة حقها، نحن بنقدر نجيب العرقسوس مثل ما هو نغليه مثل العاده على النار ونطبقه على وجهنا، هذا بيروح تصبغات بشكل رائع. كمان عندك جل الاوليفيرا، جل الاوليفيرا كثير بيروح التصبغات، كمان بيصفي البشره وبيروح المسام. بس بدي احكي عن نقطه كثير مهمه اللي هي الالوين. هيدي ورقه الالوفيرا اول ما بنقطفها من الشجره بتكون تحتوي على ماده صفراء، اكيد كلياتكم شايفينها. هاي الماده الصفراء اسمها الالوين، هاي مضره للبشره وممكن تعمل حساسيه بالبشره. فنحن بعد ما بنقطفها للالوفيرا بنحطها بكاسه مي ننقعها، بدها شي نص ساعه ساعه بتروح كل الماده الصفراء. لاحظوا المي بتصير صفراء تماما. بتروح كل الماده الصفراء اللي موجوده بالالوين، بعدين بتصير امنه تماما للاستخدام. بنفتحها بنشيل هذا الجزء فقط، اوكي، بنستخدمها اول باول وبنحط الجزء الباقي بالبراد. بنرجع يعني قطعه قطعه لانه هي قادره انها ترمم حالها، لما انت بتقطعي هي القطعه بترمم حالها. تمام. كمان هي يعني بتعطي نتائج بتجنن سواء كانت كالوفيرا طبيعيه او كصابونه. اكيد. أوكي. خلينا نحكي لك عن الصوابين اللي جايبتي لنا اياهم. تمام. وكل وحده شو فائدتها؟ تمام. هلا صابونه الالوفيرا مع الخيار، هي الخضراء هي الالوفيرا مع الخيار، وفيها كمان افوكادو وفيها كمان حشيش القمح. حشيش القمح ماده كثير انتي اوكسيدانت بتعمل ديتوكس للبشره. خلينا بس نرفع عن شوفها شوي.
هي هي تعمل ديتوكس للبشره. حلو. وشو كمان لانه نحن السموم اللي بنحطها على الميك اب ممكن تاثر على بشرتنا وبالتالي بتعمل تصبغات او حبوب، فكمان هي رائعه. كمان صابون بدي طبيعي لانه دائما بقول لك بعدي عن الصابون مشان ما تنشف البشره. هذا صابون طبيعي مصنوع من زيت الزيوت الطبيعيه ومصنوع كمان بالكولد بروسيس اللي هو الطريقه البارده. كنت بدي احكي كمان عن تصبغات، انه نحن لما بنفرشي اسناننا كثير في صبايا بتقلي انا في غمقان حوالين تمي، فهي المنطقه حوالين التم نتيجه انه نحن بنفرشي اسناننا، فمعجون الاسنان بيسبب تسمير سمار حول الشفايف. وكمان بالصابونه العاديه مثلا اي نوع ماركه صابونه عاديه تبع غسل الايدين لما بنغسل فيها التم بعد الاكل او شيء، هيدا اكثر منطقه بنغسلها، كمان هي بتعمل تصبغات. فنحن ندير بالنا من الصوابين المعطره، اي شيء بيكون فيه عطر فهو اكيد بيعمل تصبغات للبشره. لهيك لازم نلجا لكريمات طبيعيه او صوابين طبيعيه ما بتحتوي على العطور، بتحتوي على الزيوت الاساسيه اللي هي الاسينشال اويلز المقطره تقطير من النبات، مثل زيت العترايه، زيت الليمون المقطر، زيت الزيتون الغار. تمام. لا زيت الزيتون هو زيت يعني هو زيت نظامي، اما الزيوت الاساسيه اللي هي الاسينشال اويلز اللي بتكون مقطره مثلا من المليسه، من الليمون، من الاعشاب اللافندر، العترايه، هي كثير بتعطي بريق ولمعان للبشره وهي علاجيه وطبيه. نعم. تمام. خلينا نحكي عن باقي أكيد. الصابونات. أكيد صابون حليب الماعز هي البيضة، هي صابون حليب الماعز بتعمل غسيل للمكياج بشكل رائع، وكمان بتفتح أي تصبغات موجودة على البشرة. عندك الصابونة الرمادية اللي هي طين البحر الميت بزيت شجرة الشاي الأخضر، بتروح الحبوب تماما. كمان بنصح صبايا يعني ينتبهوا إذا كان عندهم، حكيت قبل هذا الشيء، بس أكثر شيء بيجيني إنه الصبية عندها حبوب بالجبين نتيجة النظام الغذائي. هلا الجبين وحوالين التم هن مرايه الامعاء، كيف امعاء الصبيه من جوا او الشب، فبينعكس على الجبين. فاذا الصبيه عندها امساك، اذا الصبيه ما بتاكل كثير الياف وخضروات، فهذا اكيد كله بينعكس على بشرتها. صحيح. سواء كان بالحبوب او بغمقان البشره. وكمان بنصح الصبيه تنشف بمحارم وجهها، ما بنصح تنشف بمنشفه، يعني خصوصي نحن عندنا المنشفه انه ما بتكون انه فيها برايفسي، انه لكل واحد في له منشفه، حتى لو كان بتحسي يعني قد ما كان خشنه بتصير على البشره. انا بنصح دائما نشفي ايديك بالمنشفه اتس اوكي، بس وجه نشفيه بمحارم، يعني حتى انه طبطبه فبتنشف هيك بطريقه ظريفه. كمان بدي احكي عن الهايلورونيك اسيد اللي هو الماده اللي بيحقنوا فيها الاطباء الفيلر جوا الوجه. هي ماده اساسا موجوده بجسمنا بالمفاصل، موجوده كمان بحدقه العين، هي المسؤوله عن ترتيب حدقه العين. هي مادة بتجذب كل جزيئة فيها بتجذب 80 ضعف حجمها ووتر، يعني جزيئات رطوبة للبشرة. فنحن لما بنروح نشتري كريمات بتحتوي على الهايلورونيك أسيد، هي نحن بنكون عم نروح الرينكلز ببشرتنا، عم نجيب رطوبة وحيوية للبشرة بشكل رائع. فأكيد بنصح صبايا يلجأوا يدوروا على حلول طبيعية بالترطيب. وكمان في عندك شيء لل طبعا خاصة انه عم نشوف كثير هلا في بنات ما عم بيحبوا مثلا البوتوكس والفيلر، عم بيحبوا الاشياء الطبيعيه حتى يحافظوا بس على الشيء طبيعي. تماما. فخلينا نحكي عنها. اكيد انا عندي هلا هي بروسيس كامله للعنايه، مو بس تيجي حطيتي كريم خلص رح تروح تجاعيد، لا، لازم اول شيء تبلشي بالتقشير، ثاني شيء تبلشي بالترطيب، وكمان بالتنظيف اليومي للبشره بالصابون الطبيعي للتجاعيد. هي عمليه الاستمرار والمتابعه هي بتلاقي اثار، يعني في كثير كمان صبايا قالوني انه بس اقطعه رح ترجع بشرتي مجعده. انت ما بيصير تقطعي سواء من عندي او من عند غيري، انت لازم بشكل يومي تهتمي ببشرتك، ما انت يوميا عم تستهلكيها، يوميا عم تحطي لها ميك اب، يوميا عم تعرضيها للسموم بالبشره وللاضاءه. تمام. للميك اب والاضاءه. بس يمكن من اهم القواعد الاساسيه للعنايه بالبشره هي الترطيب اليومي اليومي. حتى الظروف المناخيه بالبلد يعني بتحسيها مختلفه كثير، يعني بنروح للبرد والسقيع وفجاه بتلاقي الدنيا بتشمس، فهي الظروف المناخيه لها اثار كثير سلبية على البشرة. طبعا إلى أثار كتير. وما بعرف ليش هلا انا ماني ضد الطب، الاطباء الجلديه كثير احيانا بينصحوا بالواقي الشمسي، بس الصبايا عندهم فوبيا من الشمس، بتقلي انه اهم شيء واقي الشمس، انا ما بطلع بلا واقي شمس لو الدنيا شتويه ولو الدنيا زمهرير. ابدا، بس اب اوكي، اب اللهاب بيقولوا لك، ويعني حزيران تموز اب، هدول الاشهر اللي اوكي مسموح انك انت تستخدمي فيهم واقي الشمسي. بس انا برايي من لما دخل الاس بي اف على عالم التجميل
صار في شيء اسمه سرطانات الجلد. فنحن ممكن هالقد يكون عندنا فوبيا من الشمس، بالعكس هي كثير مفيده، خاصه قص العالم مع نقص فيتامين د كمان. تمام، هذا بيمنع انه امتصاص فيتامين د بالبشره، هي اهم شيء انه تفوت من الشمس الحقيقيه للبشره. فنحن قديش عم نحط عاكسات لهدول للاشعه المفيده. فانا اكيد بنصح انه الصبايا يلجأوا لواقي الشمس الطبيعي، رغم انه ممكن كثير كعارض اراء عالم، بس انه الشمس شيء كثير مفيد، وعادي اذا تعرضنا لساعه او ساعتين باليوم، خصوصا الشمس الشتويه. شتويه قد ايه يعني بتكون الصبيه يا دوبها بتروح على الشغل عم تقطع الشارع بالشمس، بتقلي انا حاطه واقي شمس، وقبل ما اطلع من الشغل بدي ارجع احط واقي شمس. لا ابدا، ما بدها هالعادات غلط تماما. طيب خلينا نحكي شوي عن يمكن الاخطاء الشائعه اللي ممكن الصبايا عم يتبعوها، خاصه هلا فصل شتاء، من البيلينج لحتى العنايه والترطيب للبشره. شو هي القصص الغلط اللي عم تشوفيها وصححي لنا اياها؟ تمام، هلا عندك الصبايا يعني اول شغله بتشوف عندها نتفه حبه، بتقول انا رايحه اخذ الريتينويد، الماده اللي هي الريتينويد هي بتاشر كثير البشره. ما بنصح، يعني هو كثير حل اكستريم بشكل فظيع انه نحن نروح نلجا للريتينويد اللي هو بيعمل جفاف هائل بالبشره وله كثير اعراض. يعني حتى بيقولوا لك في بلاد برا اعراض نفسيه لسه ما عم يصرحوا لسه على استخدامه على البشر، غير التشوهات اللي ممكن يصيبها بالجنين. اكيد بتكون الصبيه دايره بالها انه هي ما في فتره حمل بهذه الفتره، بس انه ممكن في كثير حلول طبيعيه مثل صابونه الفحم النشط. صابونه الفحم النشط بتعمل ديتوكس للبشره بشكل رائع. الاكتيفيتد شاركل هي شغله من اقدم العصور يتم العلاج فيها. في عندك الطين البركاني، الطين البركاني سواء كان الصلصال اللي هو التراب الحلبيه موجوده عندنا، هي يعني قديش مشهوره الحلبيات بجمال بشرتهم، هي نتيجه هي التراب الحلبيه كانوا يحطوها على بشرتهم، يحطوها على شعرهم، بتعطي لمعان بجنن للبشره والشعر. كلهم بيض. كلهم بيض، مشهورين ببياضهم وبجمالهم الحلبيات. بقى انا بنصح دائما يلجأوا للحلول الطبيعيه وما يلجأوا للحلول اللي بدهم حل بعد بكره تكون النتيجه بيرفكت. هي النقطه مهمه، لانه بتقول لك انا استخدمته يوم اثنين ثلاثه، لا مع الكريمات وشيء متعلق بالبشره هو شيء طويل الامد لاحصل انا على نتيجه أكيد. عاليه يعني عنايه يوميه. ليش مين قال هلا بعد السوشيال ميديا اللي هلا صارت، وقديش في صبايا عم تطلع لاعبه بصورها بالفوتوشوب وقد ايه بتصير بتتفاجئ. ما انا عن جد يعني شخصيا كثير بتفاجئ بعالم صورهم واو بنقدمه بيرفكت، بتيجي بتشوفيها على الحقيقه انه لا مو هي نفسها. مع ذلك هذا الشيء كثير الصبايا بتتعقد منه، لا تقبلي حالك وحبي حالك مثل ما انت، ومعها الامور بتصير بيرفكت. ما بدك انه حل اليوم يصير بيرفكت، واهم شيء قبل كل شيء شرب السوائل والنظام الغذائي الصحي. بليز كل الصبايا ينتبهوا لهي القصه. أكيد أكيد يا أريش، شكرا كثير، دائما هيك بتعطينا نصائح لطيفة جمالية بتهم كل الستات، خلينا نقول الكبيرة والصغيرة. خلينا نقول شكرا لك ولوجودك معنا، وأكيد بنستقبلك بحلقات ثانية نحكي عن مواضيع بتهم كل الصبايا.